حكاية في دمشق. مجرد أن نسمع هذا العنوان تذهب بنا ذاكرتنا إلى رائحة الياسمين الدمشقي الذي يفوح بين أزقة الشام القديمة. بهذا العنوان افتتح الفيلم السينمائي الذي عرض على خشبة مسرح دار الأسد للثقافة والفنون بحضور كبير من فنانين ومثقفين وشخصيات رسمية. فيلم حكاية في دمشق هو واحد من آلاف الحكاية اللي حدثت في زمن الحرب أو ما بعد الحرب. نحن رصدنا هاي الحكاية وقدمناها مع صناع الفيلم بطريقة بسيطة بدون أي فزلكة أو بهرجة بصرية لتلامس المشاهد ولتكون حقيقية وقريبة من الناس، لأنه هي الحكاية هي بترصد الناس، بطلها هو الإنسان السوري اللي ضل بها البلد. تدور أحداث الفيلم حول قصة كانت من نتاج الحرب لنعيش من خلاله حالة من الفقدان والحب والمرح والصداقة. البساطة اللي موجودة بالفيلم حاب هيك أحكي عنها، بعيدة شوي عن الأزمة، إن شاء الله هيك تكون، يعني إن شاء الله نكون أصبنا الهدف. تعرفي أنت يعني هذا الشغل كتير صعب، يعني خاصة فيلم سينما وكذا، فإن شاء الله هلأ جربنا تجربة إن شاء الله هيك نوصل لإلى الفيلم. فيلم حكاية في دمشق أنا حبيته شخصيا لأنه هو أول تجربة لي بالسينما وبعد تخرجي فورا، وهو ما بيحاكي الأزمة، يعني هو إسقاطات الأزمة على المواطن السوري، يعني هو مبعد تماما عن طرح الأزمة والكل، يعني كان لنا فترة كله بخضم الحرب وهيك، كل الأفلام كلها بتحكي عن الأزمة وهيك، لا هو مبعد تماماً إسقاطات الأزمة على المواطن السوري. الفكرة أنه ريم هي هيك اللي بتكسر الإيقاع الجامد شوي للفيلم، شخصية بسيطة لطيفة حركة هيك مليئة بالحياة، بتمنى نكون خفيفة هيك على قلب العالم. الفيلم كان بمثابة لوحة من لوحات جمال دمشق والقصص التي تحدث بين أزقتها القديمة لتبقى حاضرة في قلوبنا تؤجج الحنين مع كل نسمة من نسائم الياسمين.